كنا عايزين نرجع عليك والله. ابدا انا السؤال. طب يلا والله. طب إيه؟ طب هات الكاميرا يا كابتن ماهر، رجعنا كده كابتن ماهر. يعني هنعمل ايه في مباراه سان داونز؟ ايوه هنعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ده سؤال مهم. انا وجهه نظري لو تسمح لي، يعني انا اعتقد سان داونز مش هيهاجم، سان داونز مش من مصلحته انه يهاجم الا لو هو عايز يحقق انتصار تاريخي ان هو يفوز على الاهلي مرتين، ولكن كنقاط وصداره هو اوريدي متصدر، هو في الاول وفي الاخر عايز الاهلي ما يفوز. فانا من وجهه نظري هو هيدافع، وحضرتك ليك طبعا راي اكيد نسمعه. وانت كريم؟ انا شايف ان مبدئيا اللقاء الاول كانت نتيجته ملهاش 30 لازمه الصراحه. ولو كان الوضع غير كنا زماننا دلوقتي احنا كمان رايحين بنفسيه غير. ولكن طبعا احنا هنلاعبهم المره الثانيه والمره دي على ارضهم اللي برضو اكيد في كلام كتير يتقال عليها، ولكن الاهلي كالعاده عنده من ما يكفي من ان هو خلينا برضو واثقين ان هو قدها وقدود برغم الخساره في اللقاء الاول وصعوبه اكيد اللقاء الثاني. واحنا بنتكلم بقى خلاص على غريم اصبح ند تقليدي للنادي الاهلي في البطوله دي، بس شايف ان الاهلي برضو ان شاء الله قدها. يعني ده كلام نهوان، ده كلام يعني واقعي ومنطقي، اكيد هم بيفكروا فيه بشكل كبير جدا، وبرضه كلام كريم كلام واقعي ومنطقي. لكن هو يهمه انه يكسب الاهلي. ايوه هو عايز يحقق انجاز، عايز يكسب بطل القرن، عايز صحيح. يعني يقول لك اكسب الاهلي مره ثانيه على التوالي، ده انجاز بالنسبه لسان داونز. بس ممكن يبقى فيها مخاطره، يعني لو فتح الجيم جيم مفتوح هيبقى فيها مخاطره بالنسبه له. ولو لعب مدافع برضك خد بالك الدفاع زياده عن اللزوم ممكن يخسره. لو هو خايف من النادي الاهلي وبيحابي وبيحافظ على مرماه بشكل مثلا في 70% دفاعي ممكن يخسر المباراه. طب امال الحسبه الصح بقى اللي مدربهم في الحاله دي تكون عامله ازاي؟ هل فكره التارجح ما بين الدفاع والهجوم يعني مش كده برضه؟ بالظبط طبعا، هو هيلعب كده. هو برضك عنده 7 نقاط في المركز الاول، ودي برضك مدياله ثقه، بيلعب في وسط ملعبه في وسط جمهوره طبعا، وبيلعب مع خصم هو عارف قيمته. ايوه درسه كويس قوي، فهو هيعمل توازن. بمعنى ودي الكره الحديثه بتقول كده، وهما بيحبوا الكره الحديثه وقريبين من الكره الحديثه، ان هما برضك بيشبهوا نفسهم بالكره البرازيليه، ان هما برازيل افريقيا. برازيل افريقيا يعني بتلعب كره حديثه، كره فيها انتشار، كره فيها مهاره، كره فيها وانا بهاجم بهاجم بعدد، وانا بدافع بعدد. فالتوازن ده بالنسبه له هيلعب بيه. بمعنى ايه التوازن؟ يعني هو بيدافع هيحاول يقرب خطوطه من بعض على اساس انه عارف خطوره النادي الاهلي، وعارف النادي الاهلي عنده لعيبه دوليين، وعنده لعيبه بتقدر تجيب جوال، وعنده لعيبه مؤثره. فهيدافع زي ما عمل هنا، يعني لما بتقطع منه كوره يرجع تحت الكوره. طب مين فينا يمنع. اسرع مين فينا اسرع في الارتداد من الهجوم للدفاع او الكرات المرتده؟ احنا بقى دورنا بقى في الارتداد هنبقى اسرع منهم. ليه؟ لانك انت برضك عندك نتيجتين بتفكر فيهم، مكسب وتعادل. ان شاء الله ربنا يعني ينولنا واحده من الاثنين دول ما يبقاش فيها خساره. لان انت مكسب هتبقى زيه متعادلين في النقاط، تعادل برضك انت عندك تشانس كمان 5 نقاط، لسه عندك مباراتين، عندك المريخ السوداني والهلال تقدر تعوض بشكل كبير. فيعني هيبقى جيم لفكر الاثنين مدربين شايفين بعض وعارفين بعض بشكل كبير جدا طبعا. اللي هيقدر يكون يوم وفي توفيق ويستغل الفرص، واحنا نتمنى ان شاء الله باذن الله نكون احنا اقرب. يعني احنا كنا بدلك مش محظوظين في المباراه الاولى، ان شاء الله ربنا يدينا التوفيق باذن الله في المباراه الثانيه. والتوفيق يا كريم يا نهواند، يعني هو جاي لنا في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا، يعني في الثلاث مباريات الدوري واضح ان في توفيق المقصه وفرق وثلاثيات وحاجات بصراحه. وبعدين مباراه بيراميدز الاخيره، وكمان حتى مباراه المريخ السوداني ربنا مدينا توفيق بشكل كبير. النتيجه راحت 2-2.